مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجو للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم وأبرز ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. رح نبدأ أولا طبعا مع أهم مباريات اليوم. اليوم رح يكون عنا مباريات قوية ضمن دوري أبطال أوروبا. أتلتيكو مدريد رح يستضيف باير ليفركوزن ضمن منافسات المجموعة دي في الجولة الثالثة من الشامبيونز ليج. طبعا شختار دونيتسك رح يستضيف نادي دينامو زغرب. كلوب بروج رح يستضيف باريس سان جيرمان. يوفنتوس رح يستضيف لوكوموتيف موسكو. مانشستر سيتي رح يستضيف نادي أتلانتا. توتنهام هوتسبر يستضيف سيرفينا زفيزدا الصربي. وأولمبياكوس رح يستضيف نادي بايرن ميونخ في المجموعة بي. وطبعا المباراة التي ستكون الأهم نظرا لوضع الريال الخطير هي جالاتا سراي التركي الذي سيستضيف ريال مدريد على ملعب ترك تيليكوم أرينا. طبعا هي المجموعة أي والريال سيكون في وضع خطير جدا، لذلك هو سيكون مطالب بالفوز بمباراة اليوم بما أنه هو خسر أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب وتعادل مع كلوب بروج في المباراة الثانية من دور المجموعات. حول هذا الموضوع كان سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد تحدث عن إمكانية إقالة زيدان والشائعات الكثيرة التي تتحدث عن إقالة المدرب زين الدين زيدان. وقال سيرخيو راموس إذا قائد الريال أنه غرفة خلع الملابس مع زيدان حتى الموت، ومهما حدث سوف نواصل الثقة به. ريال مدريد دائما يعود وسوف نظهر بشكل أفضل معا. من الصعب تحديد الأسباب لخسارتنا وعلينا أن ندخل المباريات بشكل أفضل. إذا هذا ما قاله قائد نادي ريال مدريد، يا ريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات بكلمات سيرخيو راموس. وإذا برأيكم ستتم إقالة زيدان بعد مباراة جالاتا سراي أم لا إذا خسر الريال؟ طبعا في خبر آخر، ووفقا للصحافة البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد وضع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ البالغ من العمر 23 عام على قائمة أولوياته من أجل محاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أيضا يا ريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، هل تتوقعون انتقال تيمو فيرنر إلى مانشستر يونايتد أم لا؟ في خبر آخر، كان النجم كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس تحدث عن تخطيه لحاجز 700 هدف، وقال إنه هذا الموضوع هو أمر رائع لكن الأولوية في الوقت الحالي للفريق. أريد مساعدة يوفنتوس بأهدافي وتمريراتي الحاسمة من أجل الفوز بالبطولات، هذا ما يحفزني لتقديم أفضل ما لدي بالتدريبات. قال الفوز بالمباريات والاستمتاع بنفسي هو ما يجعلني سعيدا، وأيضا الذهاب إلى المنزل ورؤية أطفالي. وقال أيضا أن العمر مجرد رقم وأنا يمكنني إظهار ذلك من خلال أدائي. يا ريت تخبرونا عن رأيكم بتصريح النجم كريستيانو رونالدو من خلال التعليقات. في خبر آخر، أيضا كان تحدث هاري كين نجم نادي توتنهام عن الفترة السيئة التي يمر بها النادي والوضع السيء إذا ونتائجه السيئة خاصة في البريمير ليج. قال هاري كين ربما سأقول أن هذه الفترة هي أسوأ فترة لي مع توتنهام، وحين تنظر للنتائج فلم يكن الأمر سهلا. بالتأكيد كل لاعب يريد الفوز ونحن جميعا نريد تحقيق الانتصارات في المباريات والمدير الفني كذلك، لكن هذا تحدي آخر في مسيرتي وللفريق وسنسعى لتخطي هذه الفترة. دائما ستكون هناك تكهنات حين لا تسير الأمور بشكل جيد وحين لا تفوز بالمباريات، وسيبحث الناس عن أعذار من الخارج. نحن بحاجة لمواصلة ما كنا نفعل دائما وهو مواصلة العمل بجد بقدر الإمكان. في خبر آخر، كان هناك تقارير صحفية تشير إلى رغبة نادي باير ليفركوزن الألماني بتجديد عقد لاعبه التشيلي تشارلز أرانجيز الذي سينتهي عقده في يونيو حزيران عام 2020.
في خبرنا الأبرز والأهم، مجلة فرانس فوتبول كشفت عن أسماء أول 15 مرشح لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري. وضمت هذه القائمة دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، فرانكي دي يونغ لاعب برشلونة، ساديو ماني لاعب ليفربول، سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبر، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ترينت أرنولد لاعب ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير أمريك أوباميانغ لاعب أرسنال، مارك أندري تير شتيغن لاعب برشلونة، ماتياس دي ليخت لاعب نادي يوفنتوس، أليسون بيكر لاعب ليفربول، جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول أيضا، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس. إذن هذه قائمة ال 15 مرشح اللي كشفتها فرانس فوتبول، وعلى ما يبدو هناك مرشحين آخرين ستكشف عنهم فرانس فوتبول لاحقا، وهي أتوقع الأسماء الكبرى يعني سيتم الكشف، ربما فان دايك، ليو ميسي، هازارد، العديد من الأسماء التي لم تورد في هذه القائمة ستورد لاحقا في القائمة. إذن أيضا كانت فرانس فوتبول أعلنت عن قائمة المرشحين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم عام 2019. طبعا كيليان مبابي هو الذي تحصل على هذه الجائزة في العام الماضي بعد حصد لقب كأس العالم ومساهمته بلقب كأس العالم مع فرنسا. قائمة العشر لاعبين إذن لجائزة كوبا هم جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، جيدن سانشو لاعب بروسيا دورتموند، مويس كين لاعب أفرتون، سامويل شاكويزي لاعب فياريال، كانغ إن لي لاعب فالنسيا، ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن، ماتيو غوندوزي لاعب الأرسنال، أندري لونين لاعب ريال مدريد اللي هو معار حاليا إلى بلد الوليد الأوكراني. طبعا هذه هي القائمة إذن، وخلت القائمة مثل ما احنا شايفين من مبابي. ياريت تخبرونا عن رأيكم بقائمة ال 15 لاعب الأفضل، وأيضا بقائمة طبعا الأفضل لاعب شاب أو أفضل لاعب. نعم، بالنسبة أيضا أعلنت كانت فرانس فوتبول عن قائمة أفضل الحراس المرشحين لأفضل حارس في العالم، أو اللي هي معروفة بجائزة ياشين. ضمت هذه القائمة أليسون بيكر حارس ليفربول، مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، إدرسون حارس مانشستر سيتي، أندري أونانا حارس أياكس أمستردام، تشيزني حارس يوفنتوس، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، كيبا أريدا بالاغا حارس تشيلسي، سمير هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان، هوغو لوريس حارس نادي توتنهام، ومارك أندري تير شتيغن حارس نادي برشلونة. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، من برأيكم سيتوج بهذه الجائزة وسيحصل على أفضل حارس في العالم. إذن القائمة الجديدة التي أعلنتها فرانس فوتبول تضم ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو، اللي هم الثلاثي الذين سيتنافسون على جائزة البالون دور. إذن رح نرجع نعيد القائمة اللي ضمت 30 لاعب، القائمة كاملة بالنسبة لها طبعا غير ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو، دوسان تاديتش لاعب أياكس، فرانكي دي يونغ أيضا لاعب برشلونة، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، هوغو لوريس لاعب نادي توتنهام، كيليان بابي لاعب باريس سان جيرمان، ترينت أرنولد لاعب ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، أوباميانغ لاعب أرسنال، تير شتيغن حارس برشلونة، ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، أليسون بيكر لاعب ليفربول، جورجينيو فينالدم أيضا لاعب ليفربول، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، أيضا عندنا روبرتو فيرمينيو لاعب ليفربول، روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي،
سون هيونغ مين لاعب توتنهام سون يعني، ايضا انطوان غريزمان لاعب نادي برشلونه، كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، كوليبالي مدافع نابولي، هازارد لاعب ريال مدريد، ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان، رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي، وجواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد. الجدير بالذكر أنه الجائزة جائزة البالون دور والجوائز الأخرى التي تحدثنا عنها ستقدم في حفل يوم 2 ديسمبر طبعا كالعادة في العاصمة الفرنسية باريس. بانتظار تعليقاتكم وأراءكم حول المرشحين وحول من تعتقدون أنه سيفوز بتلك الجوائز. لهم نكون وصلنا لختام حصادنا اليوم. أنا بتشكركم كتير على متابعتكم لألي في هذا الفيديو، وأراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى لاحقا من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن. يوم سعيد وإلى اللقاء.